السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل مجموعة من المسائل كده على الجزء بتاع لابلاس. طبعا إحنا شفنا المرة اللي فاتت لما كان عندنا ملف في التايم دومين، الملف ده يا إما يتحول لي لو عندي مثلا كده ملف عبارة عن L ومعه مصدر جهد V of T، يا إما كنا بنحوله المصدر الجهد ده كان بيبقى اسمه V of S، والملف لو أنا هشتغل لوب هيبقى ده كده اسمه SL، وطار اللي ماشي فيه اسمه I of S، ومعاه ده موجب ناقص يبقى ده العكس بتاعه، مصدر جهد اسمه L في الـ I initial. أو يتحول لو ده هيتحول هشتغل بالنودل، ده هيبقى كده نازل وده نازل، ده SL وهنا كده طالع ده I of S. I of S ده يتجزأ لجهد هنا اسمه V of S على SL، وهنا يبقى current source اسمه I of S I initial على S. ده لما يبقى ملف ومعاه مصدر جهد او ملف ومعاه مصدر تيار. ويهمني جدا جدا ان انا اعرف الاشارات دي، اشارة الجهد اللي على الملف هتبقى عكس اشارة مصدر الجهد، هنا التيارين في نفس الاشارة، وعرفنا الكلام ده جه منين. كذلك لو عندي لو ده جهد ومعاه مكثف كده بيتحول، يا اما ده بيبقى اسمه V of S، يا اما هعمل مصدر جهد هنا التيار اللي ماشي كده اللي هو الاي اوف اس، ده بيبقى اسمه واحد على اس سي، البولاريتي موجب سالب، هنا هتبقى نفس البولاريتي بقى، يعني ده بيبقى عكس الملف، هنا تبقى نفس البولاريتي واسمها في انيشال على اس. او يبقى لو عندي كرنت سورس كده اسمه اي اوف اس، هيبقى ده التيار هنا نازل هنا التيار طالع برضو عكس الملف، هنا اسمه السي في الفي انيشال، وهنا ده واحد على اس سي، وطبعا الجهد اللي هنا الفي اوف اس. الكلام ده احنا عارفينه بالظبط، اتفقنا ان احنا ما ننساش الكلام ده نهائي. طيب في حاجه يمكن احنا خدناها قبل كده في الثانويه العامه اسمها السيلف اندكتنس والميوتشوال اندكتنس، الحس الذاتي والحس المتبادل. يعني ايه الحس الذاتي والحس المتبادل؟ لو انا عندي ملفين بالشكل ده كده، والكلام ده بيتطبق فيه الفكره بتاعه الترانسفورمر، لو هنا في تيار ماشي كده اسمه I1 of T، وهنا تيار ماشي كده اسمه I2 of T، يعني التيارين داخلين، هنا في فرق جهد كده اسمه V1 of T، وهنا في فرق جهد هنا اسمه V2 of T، فرق الجهد ده يمشي لي تيار من هنا، وفرق الجهد ده يمشي لي تيار من هنا. الجهد بتاع الملف ده اسمه L1، وجهد الملف اللي هنا اسمه L2. بيحصل ان بيبقى في حس هنا كده متبادل ما بين الملفين بنسميه M. يبقى ال L1 وال L2 دول بالهنري، والام برضه بالهنري، ده بالهنري وده بالهنري. طيب لو جيت اكتب المعادله بتاعه الدائره الاولانيه دي اللي هي في L1 اوف T عباره عن ايه؟ احنا هنعرف ان ال في ال عباره عن L1 دي اي 1 باي دي تي، دي اي 1 اوف T باي دي تي، يبقى ده الجهد نتيجه مين؟ نتيجه التيار اللي ماشي اي 1. طب ما في هنا ميوتشوال اندكتنس او حس متبادل، اي 2 بيأثر ب التيار بتاعه أو الملف التاني ده بيأثر بالتيار بتاعه الملف الأولاني بحس متبادل اسمه اللي هو الام دي الميوتشوال في دي اي 2 باي دي تي. نفس الكلام لو جيت أجيب الفي 2 أو الفي ال 2 اوف تي هتساوي ال 2 في دي اي 2 باي دي تي، ده اسمه الحس السيلف اندكتنس الحس الذاتي، زائد أخينا ده بيأثر على ده برضه بحس متبادل يبقى اسمه ام في دي اي 1 باي دي تي. طيب لو انا جيت احول ده لبلس احوله ازاي؟ في ال1 اوف اس اوف تي هيبقى اسمها اوف اس، ادي ال1. طيب دي اي باي دي تي اتفقنا التفاضل بنعمله ازاي؟ هيبقى اسمه اس اي 1 يبقى في اي 1 اوف اس ناقص الاي انيشال اي 1 انيشال، يبقى الدي اي 1 باي دي تي اس في الاي ناقص الاي انيشال، زائد ما هو الام ده عبارة عن حس، دي اي 2 باي دي تي تتفك بايه؟ زي ما فكنا الاولانية تبقى اس اي 2 اوف اس ناقص اي 2 انيشال، يبقى دي المعادلة الاولانية. المعادلة الثانية ال في ال 2 اوف اس هتساوي ال 2 تبقى اس اي 2 اوف اس ناقص اي 2 انيشال، زائد ام اس في اي 1 اوف اس ناقص اي 1 انيشال. طيب لو جينا المعادله واحد فكناها
هتبقى في ال واحد اوف اس عبارة عن اس ال واحد اي واحد اوف اس ناقص ال واحد اي واحد انيشال زائد اس ام اي اتنين اوف اس ناقص ام اي اتنين انيشال. المعادلة اتنين ال في ال اتنين اوف اس هتساوي اس ال اتنين اي اتنين اوف اس ناقص ال اتنين اي اتنين انيشال زائد اس ام اي واحد اوف اس ناقص ام اي واحد انيشال. انا عاوز ارسم المعادلتين دول. دي معادلة جهد، والجهد بيتجزأ في حالة سيريز، او زي ما اتفقنا ان كل ملف بيتحول لملف ومعاه مصدر جهد. هتبقى الدائرة عندي عاملة كده. نفهم كده، دي في واحد اوف اس وده في اتنين اوف اس، ماشي هنا اي واحد اوف اس وماشي هنا اي اتنين اوف اس. ده اسمه اس ال واحد وده اسمه اس ال اتنين، يبقى ده اس ال واحد وده اس ال اتنين. الميتشوال اللي هنا اسمه اس ام. طيب ده سالب وده سالب، هنجمعهم مع بعض اللي هي ال واحد اي واحد انيشال زائد ام اي اتنين انيشال. الاتنين دول اشاره سالبه، لو جم هنا يجوا بالايه؟ بالموجب. اذا هيبقوا نفس اشاره السورس، هيبقى ده ناقص موجب، واسمه ايه؟ هيبقى اسمه ال واحد اي واحد انيشال زائد ام اي اتنين انيشال، لكن ده البولاريتي بتاعته موجب سالب طالما ماشي فيه. لو جيت اقول لك اعمل لي كيف في ال هنا، هتقول لي في واحد اوف اس زائد ال واحد اي واحد اوف زيرو زائد ام اي اتنين اوف زيرو ناقص اس ال واحد في اي واحد اوف اس. جميل. وفي هنا تاثير الاي اتنين اللي هي اس ام في اي اتنين اوف اس، دي المعادله الاولانيه. نفس القصه، دي الفي اتنين اوف اس، ده سالب وده سالب، يروحوا الجنب التاني يبقى نفس البولاريتي دي، واسمه ايه؟ اسمه ال اتنين في اي اتنين اوف زيرو زائد ام اي واحد اوف زيرو، وهنا اس ال في اي اتنين اوف اس. يبقى الدايره دي ما انساهاش، ما يبقى عندي دايره زي دي بتتحول بالشكل ده كده. طيب تعال الكلام ده نطبق عليه مساله عشان نفهم احنا قصدنا ايه. دي مساله امتحان، مديني دايره ده 12 فولت. يبقى انا اول ما اشوف حكايه الحث المتبادل ده من غير ما افكر اعرف ان المساله ملهاش حل غير ان احنا نحول لابلاس. ده 2 هنري وده 2 هنري، ده 4 اوم وده 2 اوم، وهنا في سويتش كده هيقفل لما التي بتساوي صفر، وهنا ماشي اي واحد وهنا ماشي. طبعا الاثنين ناخد بالنا الاثنين داخلين عشان يبقى حث متبادل، هنا اي 2 الاثنين داخلين. طب اي 2 ماشي كده يعني دي موجب سالب. طيب وهنا الحث المتبادل قيمته 1 هنري، وبيقول لي فايند الفي نود اوف تي، ما قاليش حل بايه، بس دي ما عنديش حل ليها غير ان انا احل بلابلاس. طيب عشان احل بلابلاس لازم ادور على الانيشال. لما تي اقل من الصفر كان السويتش ده مفتوح، فكانت دي 12 وكانت دي 2 ودي 4 وده شورت سيركت، وهنا الاي 1 اوف 0 وده يبقى شورت سيركت، وده 1 وده 1، وهنا الاي 2 اوف 0. زي ما احنا شايفين كده الاي 1 اوف 0 هيبقى 12 على 6 هيساوي 2 امبير، والاي 2 اوف 0 هنا مفيش سورس يبقى بكام؟ بصفر. طيب تعال بقى نجيب الحكايه بتاعت نحسب الحسبه دي اللي هي ال1 في اي1 اوف 0 زائد ام في اي2 عشان نحطها هنا على طول ونحسب دي كمان. هتبقى ال1 في اي1 اوف 0 زائد ام اي2 اوف 0 هتساوي ال1 مدهاني ب2 هنري، اي1 اوف 0 ب2 امبير، زائد ام مدهوني ب1 هنري، اي2 بصفر، يديني ده 4 فولت، مش 4 على اس، 4 فولت يعني اللي اتحط هنا هيبقى 4.
هنيجي نحسب ال2 اي 2 اوف 0 زائد ام في اي 1 اوف 0، ال2 ب2 في اي 2 بصفر، ام ب1 هنري في اي 1 ب2 يديني 2 فولت. يبقى لما تي اكبر من الصفر الدايره دي المفتاح ده هيتقفل، يبقى الاربعه راحت. يبقى الدايره دي تترسم ازاي؟ ال12 في لابلاس يبقى 12 على اس، ال2 اوم زي ما هي ملناش دعوه، هيبقى هنا في مصدر جهد ناقص موجب، قيمته كام؟ الاربعه اللي هي الحسبه دي كلها، يبقى هنا اربعه كان ب2 هنري يبقى 2 اس، وهنا التيار اي 1 اوف اس، ادي الواحد اوم وادي الواحد اوم، اسف في هنا مصدر جهد قيمته 2، وده واحد وده واحد، وده الفي نود اوف اس، هو مديني البولاريتي بتاعته عامله كده، هنا في اي 2 اوف اس، وفي هنا الواحد هنا يبقى اسمها اس. طيب الفي نود اوف اس ايه علاقته بالاي 2؟ التيار في المقاومه، بس التيار ده ماشي كده هيبقى بيساوي ناقص اي 2 في المقاومه اللي هي 1. جميل. لو جينا جبنا او نعمل 2 لوب عشان نحل المساله. على فكره بقى فايده لابلاس ايه؟ عشان في زميلكم بعت لي سالني يعني عاوز يفهم القصه بتاعت لابلاس دي. لابلاس دي بترجعني للقصه بتاعت الترم الاول، يعني ايه؟ زي ما كنا بنشتغل كان المساله كلها ريزيستنس. يعني ايه ريزيستنس؟ يعني انا ممكن احل المساله باللوب، بالنودل، بالسوبر بوزيشن، بسيفنن، بنورتون، باي حاجه انا عاوز احل بيها. اي حاجه انا عاوز احل بيها هتتحل. يعني ايه؟ يعني خلاص الملف بقى بالاوم ما بقاش ملف، المكثف بقى بالاوم ما بقاش ملف، ما بقاش مكثف. يعني اعتبره كانها كلها مقاومات، اتعامل مع المساله كان كلها ريزيستنس، اقدر اتعامل معاها كلها بالاوم، خلاص اقدر ابدا احل، احل بقى بالسوبر بوزيشن، بنورتون، بسيفنن، زي ما انا عاوز. فانا لو جيت اطبق اللوب، اللوب الاولاني بيقول لي ايه؟ 12 على اس سالب موجب، سالب موجب يبقى زائد 4 بيساوي اي 1 ماشي في مين؟ اي 1 ماشي في ال 2 اوم وال 2 اس، يبقى 2 اس زائد 2 ماشي فيهم في اي 1. اي 2 بيأثر على اي 1 بس اشاره زائد، اللوب احنا كنا بناخد ناقص لما كان الاثنين ماشيين في اتجاه نفس الاتجاه، لكن ده ماشي كده وده ماشي كده، فهنا الاشاره تبقى ايه؟ تبقى زائد. تاثير اي 2 على اللوب الاولاني اسمها اس، اللي هي الحس المتبادل في اي 2. طيب لو ظبطنا المعادله دي خدنا هنا اس يبقى 12 زائد 4 اس بتساوي 2 اس زائد 2 في اي 1 زائد اس في اي 2، ادي المعادله الاولى. طيب اللوب الثاني هنمشي كده، هيبقى 2 بيساوي 1 و1 2، وهنا في 2 اس، يعني 2 اس زائد 2 في النسبه لاي 2. تاثير اي 1 على ده نفس القصه، اس اي 1، ادي المعادله 2. طيب كده انا خلصت السيركت. معادلتين زي دول بقى اتعامل معاهم ازاي وهما فيهم اس؟ نفس الفكره كانك بتتعامل مع كومبلكس نمبر، نفس الفكرة كأني بتعامل مع كومبلكس نمبر. ما عنديش حل الفكرة دي أو حل المسائل دي، أسهل طريقة إن أنا أحل بيها القصة دي إن أنا أستخدم كرامر. كرامر إن أنا أقول المحدد العام بتاعي عبارة عن 2 اس زائد 2، وهنا في اس وهنا في اس وهنا في 2 اس زائد 2، وأفك المحدد ده. لما أفك المحدد ده هيديني 4 اس تربيع زائد 8 اس زائد 4 ناقص اس تربيع، يبقى عبارة عن 3 اس تربيع زائد 8 اس زائد 4. طيب هو محتاج مين؟ محتاج الفي اوت، والفي اوت بتعتمد على اي 2، يبقى انا مش محتاج اجيب المحدد دلتا 1، هجيب على طول دلتا 2. وكرامر دلتا 2 اللي انا بشيل الصف الثاني ده واحط مكانه، او العمود الثاني ده واحط مكانه العمود بتاع الثوابت، هتبقى 2 اس زائد 2 وهنا في اس، وهنا احط مكان 12 زائد 4 اس على الاس، وهنا احط 2. وفك اخينا ده هيبقى عباره عن 4 اس زائد 4 ناقص هنا اس تروح مع اس، تبقى عباره عن 4 اس زائد 12. طيب 4 اس مع ال 4 اس و4 ناقص 12، الكلام ده يديني سالب 8.
إذن الاي اتنين اللي انا عاوزه هيساوي دلتا اتنين على دلتا كلية، يبقى هيساوي ناقص 8 على 3 اس تربيع زائد 8 اس زائد 4. دايما انا بخلي المعامل بتاع الاس تربيع بيساوي 1، يعني هيساوي هقسم على 3 8 على 3 في اس تربيع زائد 8 على 3 اس زائد 4 على 3. جذور المقام بتاعتي هبدا احللها، اس تربيع زائد 8 اس زائد 4 على 3، يعني 2 الفا بتساوي 8 على 3، يعني الفا بتساوي 8 على 6 يعني 4 على 3. اوميجا تربيع بتساوي 4 على 3، يعني اوميجا بتساوي جذر 4 على 3. هنا الفا اكبر من اوميجا، يعني دي اوفر دامبت. اس 1 واس 2 هيساوي سالب الفا زائد او ناقص الجذر التربيعي لالفا تربيع اللي هي 16 على 9 ناقص اوميجا تربيع اللي هو 4 على 3. الكلام ده يديني جذرين، جذر بناقص 2 وجذر بناقص 2 على 3. اذا الاي 2 اوف اس بتاعتي هتساوي سالب 8 على 3 في اس زائد 2 في اس زائد 2 على 3. ابدا على طول البارشل فريكشن بتاعي، ثابت اولاني على اس زائد 2 وثابت ثاني على اس زائد 2 على 3. هضرب في اس زائد 2 واحط الاس بيساوي سالب 2، هيطلع الثابت الاولاني بتاعي بيساوي 2. هضرب في اس زائد 2 على 3 واحط اس بيساوي ناقص 2 على 3، يطلع الثابت الثاني بتاعي بسالب 2. اذا الاي 2 اوف اس بتاعتي هتساوي 2 على اس زائد 2 زائد سالب 2 على اس زائد 2 على 3. يبقى الاي 2 اوف تي الانفرس بتاع البلس هيساوي 2 في اس ناقص 2 تي ناقص 2 في اس ناقص 2 على 3 تي. انا مش عاوز الاي 2، انا عاوز الفي نود اوف تي، ما هي بتساوي ناقص اي 2 في 1، يعني كل اللي هعمله هيبقى ناقص 2 في اس ناقص 2 تي زائد 2 في اس ناقص 2 على 3 تي. يبقى دي الفكره بتاعه الميتشوال اندكتنس لو جالي مساله فيها ملفين او فيها الحس اللي هو الذات والحس المتبادل، الحس الذاتي والحس المتبادل. طيب لو جينا ناخد شويه افكار بقى كده، شويه مسائل. الورقه دي رقم كام؟ ده رقم 6. نركز بقى كده في الايه، احنا كده فهمنا الموضوع بتاع لابلاس، نشوف بقى المسائل بتاعتنا. لو اداني مساله بالشكل ده كده، المسائل دي انا ممكن احلها كمعادله تفاضليه، بس هتبقى صعبه ان انا احلها معادله تفاضليه، هيبقى فيها مشاكل كتير ان انا مسائل زي دي احلها معادله تفاضليه، هتاخد مني وقت كبير جدا، لكن ب لابلاس القصه اسهل كتير. وانا طالما قلت ريدروزا سيركت ان اس دومين خلاص عرفت ان انا اشتغل في لابلاس. ده مصدر جهد قيمته 12 يو اوف تي، وده 1 هنري، وده 2 اوم، وده نص فراد، وده 2 اوم، وده 4 يو اوف تي، ومسمي لي ده في 2 ومسمي لي ده في 1 وده ريفرنس. بيقول لي فايند الفي 1 اوف تي والفي 2 اوف تي باستخدام لابلاس، باستخدام لابلاس عاوز في 1 اوف تي وفي 2 اوف تي. طيب اول حاجه لما تي اقل من الصفر، 12 يو اوف تي يبقى السورس هنا بصفر، 4 يو اوف تي يبقى السورس هنا بصفر، يبقى ما عنديش انيشال. طيب تاني حاجه تي اكبر من الصفر، لو الدايره دي هرسمها في الاس دومين، ال 12 ده هيبقى ب 12، لابلاس بتاعه 12 على اس، والملف هنا لو انا بقى ايه عاوز اعمل ملف، هو عاوز اشتغل بالنودل في 1 وفي 2، يبقى الملف لو انا هشتغل بالنودل هعمل معاه ايه؟ هعمل معاه مصدر تيار، الملف هعمل معاه مصدر تيار. نرجع للورقه الاولانيه دي اللي كنا بنشوف فيها الرسومات، هعمل مع الملف مصدر تيار، هيبقى اسمه ايه؟ اسمه اي انيشال على اس، يعني هرسم الملف كده هيبقى اسمه هو 1 هنري يعني اس ومعاه مصدر تيار كده، الملف التيار ماشي كده ومصدر التيار ماشي في نفس الاتجاه كده، اسمه ايه مصدر التيار؟ اي انيشال على اس. هنشوف دلوقتي هنلغيها ولا لا، ادي الدايره الاولى،
المقاومة 2 اوم هتفضل زي ما هي 2. طيب بعد كده في كاباسيتنس نص فراد 1 على اس سي، 1 على اس سي يعني 2 على اس، ومعاه برضو مصدر تيار. المكثف ماشي كده، يبقى مصدر التيار العكس اسمه ايه؟ اسمه سي في الفي انيشال. بعد كده في مقاومه قيمتها 2 اوم، وبعد كده كرنت سورس 4 يبقى 4 على اس. طيب ما احنا استنتجنا ان ما عندناش انيشال، يعني اخينا ده اي بصفر يبقى ده اوبن سيركت، الفي بصفر يبقى برضه ده اوبن سيركت، مفيش جهد، مفيش هنا تيار ولا في هنا تيار، يبقى ده اوبن وده اوبن. تبقى الدايره عندي عامله ازاي؟ 12 على اس، وهنا اس، وهنا 2، وهنا 2 على اس، وهنا 2، وهنا 4 على اس، ومسمي لي ده في 1 اوف اس وده في 2 اوف اس. طب انا ممكن اظبط المساله اكتر من كده، عندي مصدر جهد ومقاومه على التوالي، ممكن احولهم، انا بشتغل بالنودل بقى، احولها لمصدر تيار هيبقى اسمه 12 على اس تربيع، والمقاومه تبقى على التوازي اس، وادي المقاومه 2 ادي في 1، وهنا 2 على اس، وادي المقاومه 2، وادي مصدر التيار الثاني اسمه 4 على اس، وده في 2. طيب اعمل المعادلتين بتوعي بقى. النودل الاولاني، النودل الاولاني بيقول لي ايه؟ 12 على اس تربيع بيساوي في 1 على اس، وفي 1 على الاثنين، وفي 1 ناقص في 2 على 2 على اس، يبقى في 1 مشترك على مين؟ 1 على اس، في 1 على اس زائد في 1 على الاثنين يبقى على الاثنين، زائد في 1 ناقص في 2 على اخينا ده يبقى على، تبقى هنا اس على الاثنين، كل ده في 1 ناقص ده مشترك مع في 2 يبقى ناقص اس على الاثنين في 2. اظن دي مفهومه. يبقى 12 على اس تربيع في 1 على اس، في 1 على الاثنين، في 1 ناقص في 2 على 2 على اس. طب المعادله الثانيه او النود الثاني هيبقى 4 على اس بيساوي في 2 على الاثنين، وفي 2 ناقص في 1 على ده. طيب يبقى هنا ناقص اس على 2 في 1 زائد في 2 مشتركه في مين؟ في 2 مشتركه في 1 على 2 زائد اس على ال 2. طيب نظبط المعادله الاولى والثانيه. رقم 1 12 على اس تربيع ادي الفي 1، لو انا خدت هنا اس 2 اس هيبقى هنا 2 زائد اس زائد اس تربيع، هنا 2 اس تبقى 2 زائد اس زائد اس تربيع على 2 اس ناقص اس على 2 في 2. ادي المعادله الاولى. المعادله الثانيه 4 على اس بتساوي ناقص اس على 2 في 1 زائد في 2، لو انا خدت هنا 2 يبقى اس زائد 1. طيب اتفقنا ان انا ده ما عنديش حل عنده غير كرامر، يبقى هشتغل بكرامر. يبقى الدلتا الاولانيه عباره عن اس تربيع زائد اس زائد 2 على 2 اس، وهنا ناقص اس على 2، وهنا ناقص اس على 2، وهنا اس زائد 1 على 2. دلتا انا محتاج هنا بقى في 1 وفي 2، يبقى هجيب دلتا 1 ودلتا 2. دلتا 1 هفك دلتا 1 دي، هشيل دي كلها واحط مكانها 12 على اس تربيع، وهنا 4 على اس، وهنا ناقص اس على 2، وهنا اس زائد 1 على 2. اللي انا بعمله ده كله رياضه، خلاص انا خلصت من ايه؟ من السيركت. طيب هجيب دلتا 2، هيبقى ده زي ما هو اس تربيع زائد اس زائد 2 على 2 اس، وهنا ناقص اس على 2. هاجي هنا اقوم حاطط 12 على اس تربيع واحط هنا 4 على اس. في 2 في 1 اسف، اللي هي دلتا 1 على دلتا تي تطلع بتساوي ايه؟ هجيبها لكم على طول، 4 اس تربيع زائد 3 اس زائد 3، ده المفكوك بتاع ده في 1 على اس في اس تربيع زائد 3 على 2 اس زائد 1. طيب ما انا عاوز اجيب جذور المقام، يبقى هيساوي ده زي ما هو اس تربيع
زائد 3 اس زائد 3، هنا اس، هفك ده، الاتنين الفا بتساوي 3 على الاتنين، يبقى الفا بتساوي 3 على الاربعة، الاوميجا بتساوي 1، اوميجا تربيع تساوي 1، يبقى اوميجا بتساوي 1، الاوميجا اكبر من الفا، يعني دي جذور تخيليه. قيمتها كام الجذور التخيليه دي؟ هتطلع لي اس زائد 3 على الاربعة، معلش براجعوا الكلام ده، زائد جي جذر 7 على 4 في اس زائد 3 على 4 ناقص جي جذر 7 على 4. احنا اتفقنا ان هي جذور تخيليه. طيب دي تتفك بايه؟ ثابت اولاني على اس زائد ثابت تاني على اس زائد 3 على 4 زائد جذر 7 على 4، والمرافق بتاعنا، خلاص احنا شرحنا موضوع البارشال فريكشن ده، المرافق بتاعنا هيبقى اس زائد 3 على 4 ناقص جي جذر 7 على 4، واحنا هنكتب له هنا ان الجذور هنا اندر، بنحدد له نوع الجذور على طول اندر دامبت. طيب هجيب الكي 1 والكي 2 والكي 3 زي ما اتعلمنا، كي 1 ان انا بضرب في اس وارجع احط الاس بتساوي 0، كده جبت الكي الاولانيه، طلعت لي الكي 1 ب 12. بعد كده هضرب في اس زائد 3 على 4 زائد جي جذر 7 على 4 واساويها بالصفر، هتطلع لي الكي 2 بتاعتي ب 4 بزاويه 180. اذا الكي 2 كونجكيت هتساوي 4 بس بزاويه ناقص 180. اذا ال V1 بتاعتي هتساوي 12 على S زائد 4 بزاوية 180 على S زائد 3 أرباع زائد J جذر 7 على 4 زائد 4 بزاوية ناقص 180 على S زائد 3 أرباع ناقص J جذر 7 على 4. طيب أما كانت بتطلع لي بالشكل ده كده، نفكر نفسينا، يبقى ال V1 أوف T هتساوي 12 على S 12. طيب اما تطلع لي جذور تخيليه كده، الصيغه بتاعت الكي في اس الفا تي كوزاين اوميجا تي ناقص الزاويه، قلنا الكي ده عباره عن ايه؟ 2 في المقدار اللي هو زي ما هو، 2 في 4 يبقى 8، اي اس الفا، الفا هتبقى 3 ارباع، يبقى ناقص 3 ارباع تي كوزاين اوميجا اللي هي جذر 7 على 4 تي ناقص الزاويه، وباخد الزاويه بتاعت مين؟ بتاعت الاوميجا الموجبه، يبقى ناقص 180 ناقص 180. اذا هتساوي 12 زائد 4 في 2 في اي اس ناقص 3 على 4 تي، 4 في الكي 2 او في الكي 2 كونجكيت هي هي كوزاين اوميجا تي ناقص الزاويه، ده الفي 1. نفس القصه هقول الفي 2 عباره عن دلتا 2 على دلتا تي، يبقى نفس اللي انا عملته في تي 1 هعمله في تي 2 هنا برضو، 4 في اس تربيع زائد 4 اس زائد 2 على نفس الجذر، اس تربيع زائد 3 على ال 2 اس زائد 1، هنفك ده هيطلع لي الجذور التخيليه، يبقى عباره عن كي 1 على اس زائد كي 2 على اس زائد 3 على 4 ناقص جي جذر 7 على 4، وهنا المرافق بتاعه على اس زائد 3 على 4 زائد جي جذر 7 على 4. طيب هضرب في اس واحط الاس بصفر، هطلع الكي 1 طلع لي ب 8، هضرب في اس زائد 3 على 4 ناقص جي جذر 7 على 4 واحطها بقيمه العكسيه بتاعتها، طلع لي الكي 1 ب 5 66 من 100 والزاويه ناقص 110 و7 من 10، يبقى الكي 2 كونجكيت بتساوي 5 66 وزاويه 110 بالموجب و7 من 10. جميل. اذا الفي 2 اوف اس كي 1 اللي هي ب 8 على اس زائد 5 66 وزاويه ناقص 110 و7 على اس زائد 3 على 4 ناقص جذر 7 على 4 زائد 5 66 بزاوية 110 و7 من 10 بالموجب على S زائد 3 أرباع زائد G جذر 7 على 4.
نفس القصة، يبقى الـ V2 of T هتساوي 8 زائد 5 66 و 5 66 هجمعهم أو هضرب 2 في 5 66 تدي لي 11 و 32. إيه قص ناقص؟ الألفا اللي هي 3 أرباع T كوزاين أوميجا، مش هاخد اللي بالسالب هاخد اللي بالموجب اللي هي جذر 7 على 4 T، وطالما خدت اللي بالموجب هاخد زاويتها تبقى ناقص 110 و 7 من 10. ادي مساله من ضمن المسائل هو طالب يحلها بالنيوتن. يبقى عشان نستوعب المسائل القصه كلها، انا خلاص بقيت بتعامل مع سيركت 1، بقيت بتعامل مع المسائل بتاعه سيركت 1، مساله عاديه جدا جدا بتعامل معها زي المسائل بتاعه سيركت 1 بالظبط. طيب لو جينا بصينا في مساله تانية، مديني مسألة زي دي كده، وادي مكثف، وادي مصدر جهد، وادي dependent source، وادي ملف، وادي مقاومة. ده واحد أوم مسمي لي دي V node of T، وده واحد هنري، وده اتنين I of T مسمي لي ده V2 of T، ومسمي لي ده V1 of T، وده مصدر جهد قيمته 12 يو اوف تي، ده مكثف نص فراد، وده 2 اوم، وهنا ادي الاي اوف تي طالع كده وبيقول لي فايند الفي نود اوف تي. طبعا عشان احل مساله زي دي بالمعادلات التفاضليه هقعد احل فيها 3 ايام ومش هتخلص، فما فيش قدامي غير الاستاذ لابلاس. طيب اول حاجه تي اقل من الصفر، ده مصدر الجهد الوحيد اللي عندي، قيمته 12 يو اوف تي، 12 يو اوف تي يعني ما عنديش انيشال، يبقى نو انيشال. تي اكبر من الصفر هحول دي لاخينا، هتبقى هنا ادي الاثنين اوم زي ما هي، ده اي اوف تي هيبقى اسمه طالع كده اي اوف اس، المكثف نص هيبقى 2 على اس، في 1 اوف اس، ال 12 دي هتبقى اسمها 12 على اس، الديبندنت سورس اسمه 2i اوف t هيبقى اسمه 2i اوف s، مش 2 على s، مش 2 على s ده اسمه 2i اوف t هيبقى اسمه 2i اوف s، الملف هيبقى اسمه s، وادي المقاومه هيبقى اسمها 1 زي ما هي، وده هيبقى اسمه v node اوف s. طيب هو عاوز v node اوف s، ده v2 اوف s، التيار اللي ماشي هنا نعملها بلون تاني، هو اللي ماشي هنا كده. طيب الفي نود اوف اس اللي هو عاوزها دي نكتب معادلتها، عباره عن المقاومه واحد في التيار ده نسميه مثلا اي. طيب الاي ده عباره عن ايه؟ مش الاي ده عباره عن في 2 ناقص صفر، ادي الار دي في 2 ناقص صفر على المقاومتين دول، يعني بيساوي واحد في في 2 على اس زائد واحد، اس زائد واحد خلاص دي مقاومه الاثنين بالاوم، يبقى لو قدرت اجيب الفي 2 وقسمتها على اس زائد واحد قدرت اجيب مين؟ الفي نود اوف اس. طيب ما قداميش غير ان انا اشتغل، بس خد بالك ده ريفرنس، مصدر جهد واقع ما بين نقطتين ليس احدهما ريفرنس، اسمها سوبر نود، مش قلت لك الترم الاول؟ سوبر نود، مصدر جهد واقع ما بين نقطتين ليس احدهما ريفرنس. طيب بنحلها ازاي؟ بنفرض مصدر تيار لو سميته مثلا اي اي، اي حاجه بس عشان هنا في اي واي اوف اس، اي اي هاخد نود هنا كده، اي اي ده خارج يبقى هقول ناقص اي اي بيساوي في واحد على الاثنين زائد اس على الاثنين في واحد، خدت دي وخدت دي، ادي المعادله الاولى. المعادله الثانيه داخل لها ده وداخل لها ده، اي اي زائد 2 اي اوف اس بيساوي في 2 ناقص صفر على اس زائد واحد، ادي المعادله الثانيه. بنجمع المعادلتين يبقى 2 اي اوف اس هيساوي اس زائد واحد على الاثنين في الفي واحد،
زائد واحد على اس زائد واحد في الفيتني. ادي معادلة. طيب اي اوف اس نفسه ده عامل كده، ايه علاقته بالفي اتنين؟ الفي اتنين بالفي واحد، مش اي اوف اس ده عامل كده، لكن الفي واحد العكس. يبقى انا ممكن اقول له الاي اوف اس بيساوي ناقص في واحد على الاتنين، او الفي واحد عبارة عن ناقص اتنين اي اس. الفي واحد بيساوي ناقص اتنين اي اس، يبقى المعادلة بتاعت الاي اوف اس ده بيساوي ناقص في واحد على الاتنين. طيب لو عوضت بالمعادلة دي في المعادلة دي هتبقى اتنين في ناقص في واحد على الاتنين بيساوي اس زائد واحد على الاتنين في واحد زائد واحد على اس زائد واحد في اتنين. ده سالب واحد يخش جوه يبقى صفر بيساوي، هيخش بواحد، واحد ونص تبقى تلاتة على الاتنين في واحد، تبقى اس زائد تلاتة على الاتنين في واحد زائد واحد على اس زائد واحد في اتنين. انا خلاص انا عمال اشتغل رياضة، انا عمال اشتغل رياضة. ادي المعادلة الاولى، خلاص عملت النود هنا وعملت النود هنا، وعندي معادلة واحدة في مجهولين في واحد وفي اتنين، عندي معادلة واحدة في مجهولين في واحد وفي اتنين. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اخد مصدر الجهد اعمله المعادلة التانية. المعادلة التانية اللي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان ال 12 على اس ده عبارة عن في اتنين ناقص في واحد. ال 12 على اس بتساوي في اتنين ناقص في واحد. ادي المعادلة رقم ب زي ما اتفقنا، المحدد العام. يبقى المعادلة الأولى اس زائد 3 على الاتنين، وهنا واحد على اس زائد واحد، وهنا ناقص واحد، وهنا واحد. هفك المحدد العام. فكينا المحدد العام بتاعي، طلع لي عبارة عن اس تربيع زائد 4 اس زائد 5 على 2 في اس زائد 1. ده المحدد العام. طيب انا محتاج مين؟ محتاج اعرف الاي اللي هو دبنا انت على الفي 2. يبقى على طول اجيب مين؟ هجيب دلتا 2. دلتا 2 هشيل ده، يبقى هنا اس زائد 3 على 2 زي ما هي، وهنا ناقص 1، وهنا احط 0 و12 على اس. تديني دلتا 2 عباره عن 6 اس زائد 18 على اس. اذا في 2 عباره عن دلتا 2 على دلتا تي هتبقى بتساوي، تبقى 6 اس زائد 18، وهنا هتبقى 2 في اس زائد 1 على اس في اس تربيع زائد 4 اس زائد 5. هبدا جذور المقام احللها، احلل جذور المقام هتطلع لي اندر دامبت، تبقى عباره عن، قبل ما احلل جذور المقام انا ممكن اقول على طول انا مش عاوز في 2، انا عاوز الفي نوت. طب الفي نود عبارة عن ايه؟ في 2 على اس زائد 1، عشان اقدر اخلص من الاس زائد 1 اللي هي موجودة دي. الفي نود بتساوي في 2 على اس زائد 1، يبقى الاس زائد 1 ده راح، تبقى عبارة عن 2 في 6 اس زائد 18 على اس في اس تربيع زائد 4 اس زائد 5. ممكن تتظبط، انا عاوز اخلي الاس دي لوحدها، تبقى دي تطلع بره تبقى ب 12، تبقى 12 هاخد الاس مشترك، تبقى اس زائد 3 فوق على اس في اس تربيع زائد 4 اس زائد 5. طب احنا قلنا اندر دامبت، يبقى اذا الفي نوت بتاعتي هتبقى عباره عن 12 في اس زائد 3، هنا في اس، هنا اس زائد 2 نقط جي، اس زائد 2 زائد جي. خلاص هبدا اشتغل الاندر دامبت، ثابت اولاني على اس، ثابت ثاني على اس زائد 2 نقط جي، المرافق على اس زائد 2 زائد جي. اجيب الكي 1 والكي 2 والكي كونجكيت زي ما عرفنا. خلاص بقى القصه مش هقعد اقولها كل مره. هيطلع لي الكي 1 ب 7.2، وهيطلع لي الكي 2 3.8 بزاويه 161.5، تبقى الكي 2 كونجكيت بتساوي 3.8 بزاويه ناقص 161.5. إذا الـ V نود أوف S هيساوي 7.2 على S زائد 3.8 بزاوية 161.5 على S زائد 2 نقط G زائد 3.8 بزاوية ناقص 161.5 على S زائد 2 زائد G. إذا الـ V نود أوف T
دايما بجيب الانفرس بتاع لابلاس، هتبقى 7 و2 من 10. 3 و8 من 10 في 2 تبقى 7 و6 من 10. اي اس ناقص الفا اللي هي ناقص 2 تي كوزاين اوميجا، ما باخدش السالب باخد الموجب، تبقى كوزاين تي واخد اشارتها، ناقص في ناقص تبقى زائد 161.5. ادي مسألة تانية، ادي مسألة تانية. طيب ركز مع بعض كده بقى في الحتة دي، او ممكن عشان حجم الفيديو هقفل وهعمل فيديو تاني.